القضاء على المظاهر المشوهة للمدينة الناتجة عن تراكم المخلفات والنفايات يبدأ بحملة جديدة لصندوق النظافة والتحسين في محافظة لحج. والشكر يعود يعني للأخ المحافظ حفظ الله الذي وجه بهذه التدشين، يعني لنظافة المحافظة. المحافظة محتاجها إلى نظافة وإلى عمل، ليس إلى كلام. وعلى الرغم من افتقار الصندوق للإمكانات والمعدات اللازمة التي ان توفرت ستوسم في انتشال المدينة وبعض المدريات من واقعها المزري جراء تكدس النفايات. الدعم المعنوي موجود من أخ المحافظ، الأخوة الوكلاء بجانبنا، الأخوة ومدراء العموم، كل أبناء لحج، كل إداراتها ومدراءها اليوم لحمة واحدة من أجل نظافة لحج، وهذا الأمر هو الذي يعطينا دافع معنوي من أجل الاستمرار وعدم الوقوف أمام أي عرقلة. تحت شعار صحة في نظافة مدينتي تستمر الحملة في مدينة الحوطة والتي تعد عاصمة المحافظة ومديرية تبان على مدى أسبوع، ستشمل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، كما تلقى دعم من كافة الجهات في المحافظة وفي مقدمتها الأهالي. يعني الله يوفقهم والغيمن على الحملة، لا بأس، ما قصروا، جزاهم الله خير، خففوا عنا شوية. بعدين هذه القمامة سببت لنا يعني مشاكل كثيرة بسبب تراكمها، وبعدين سبب لنا الذباب والنامس، واحيانا يحرقونها لاصحاب الدكاكين، يحرقونها تسبب لنا يعني دخان، تدخل الشقق الدخان بيجلس يوم كامل داخل الشقه، مع مهما بخرنا مهما سوينا مشاكل من هذه، برضه يعني مكاننا احنا في التعب. المهمة التي كان يعاني منها عمال النظافة نتيجة صعوبات كانعدام الآليات التي تساعدهم في أداء أعمالهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى غياب دور بعض المكاتب في إتمام مهام أعمالهم المناطة بها. نواجه صعوبات في عمل النظافة، ومنها عدم تعاون المواطنين مع عمال النظافة، اثنين عدم تعاون إدارة الأشغال العامة والقرى في رفع المخلفات البناء التي توضع في مواقع مخلفات القمامة، ثلاثة عدم تواجد الآليات وشحتها، أربعة عدم وجود مقلب لمخلفات القمامة اللي هو مقلب عام. لا يبقى أمام صندوق النظافة والتحسين بلحج إلا التزامهم بديمومة هذه الحملات من أجل القضاء على مظاهر السيئة في المدينة، خصوصا وأنها صارت تهدد حياة السكان. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.